القيادة الرئيسية كل من فيه عشان المؤتمر الصحفي. مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية في نناشد فخامة الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل والإيعاز لمن يلزم لحل تلك الإشكاليات مع الجانب الإسرائيلي من أجل حرية التحرك للقطاع الخاص من وإلى قطاع غزة. كما نطالب الأمم المتحدة واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية لضرورة التدخل العاجل والفوري لإيجاد الحل للقطاع الخاص الفلسطيني وحل جميع الإشكاليات مع الجانب الإسرائيلي. وختاما نؤكد مرة أخرى على ضرورة منح القطاع الخاص الفلسطيني مزيدا من التسهيليات من التسهيلات وحرية الحركة على المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة. Thank you.